بداية لابد أن نسترجع التاريخ لنتذكر مرحلة الصمود في 25 يناير 1952 والتي وثقت التلاحم بين رجال الشرطة ومواطني الإسماعيلية والتي استشهد فيها بكل كبرياء العديد من رجال الشرطة فضلاً عن العديد من الإصابات حيث رفضت قوات الشرطة ترك أماكنها وسكناتها وتسليم أسلحتها والاستسلام لقوات الاحتلال. أما شهداء الأبرار فإحنا حاسين إن هم حوالينا دلوقتي، أرواحهم حوالينا موجودين أحياء عند ربهم الزغول، بنقول لأهاليهم وبنقول لزويهم وبنقول لأسرهم أنتم في عيوننا، أنتم في عيوننا ما دمنا أحياء. ناصر أبو بريك من قبيلة مزينة. طبعا إحنا بنقول للشرطة كل سنة وأنت طيبة، ووزارة الداخلية، ولا ننسى 66 عام اللي دحروا العدوان على الإسماعيلية وشرطتنا الباسلة. وطبعا احنا بنهني الشرطة بالعيد القومي وبندعمها من جنوب سيناء وامامها وخلفها، وطبعا احنا اهل سيناء كلها الحمد لله مناطق سياحية وآمنة وما فيهاش أي مشاكل. في الحقيقة ذكرى لازم كلنا نقف قدامها، ولازم كلنا فعلا نجتمع جميعا، وشعب محافظة جنوب سيناء شاركنا هذا العيد، العيد الوطني 66، ولازم نفتكر بقى شهدائنا الأبرار البواسل اللي ضحوا بدمائهم، ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل رفعة شأن هذا الوطن.